بودكاست نمبر 2 ليز اند جنتلمن، حول اسماء لازم تعرفها في الراب. يمكن ما تعرفوه عن سنوب دوغ انه هو اخذ اسمه من سلسله كرتون اسمها تشارلي براون، وكان في شخصيه في المسلسل اسمها سنوبي، وكانت الشخصيه المفضله لسنوب دوغ، وامه في ذاك الوقت اعطته هذا النيكنيم. الاكثر تاثيرا كرابر هو توباك. دائما لما تسال معظم الرابرز يقول لك مين اثر فيك؟ توباك. فهذا هذا هذا الرابر اكيد اللي توفى بعمر جدا صغير، وصراحه يعني ما حنعرف ابدا مدى تاثير كان توباك لو كان لسه موجود معنا.